السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ميلينا دينيس. من الصين إلى الهند، ما رأيكم في الوصفات الأسيوية؟ حقا وصفات لا يعلى عليها في المذاق وبتوابلها المتميزة. يلا معايا المطبخ ميلينا ديليس لمشاهدة هذه الوصفة الهندية ذات المذاق خيالي. نتمنى لكم فرجة ممتعة ويلا بينا نبدو على بركة الله. والمقادير تاعنا كالتالية. هنا عندي 300 غرام ولا 250 حتى 300 غرام لحم بقر ديستيك مقطعين الى شرائح صغار. عندي هنايا 200 غرام تاع الحمص طايب، يعني ديجا طيبته سلقته في الماء. وهنا بليزيبيس عندي الحرور، عندي سكنجبير، عندي الكوري باردون، وعندي هنايا الكركم. هنايا بالنسبه للسكنجبير، لو كان يكون عندكم سكنجبير فخي سي انكور ميو. عندي زيت، وعندي هنا 200 مليليتر تاع لا كريم ليكيد. وهنايا اللي عنده كريم كوكو يدير كريم كوكو سي، باسكو الهنود يطيبوا بزاف باللي دو كوكو ولا لا كريم دو كوكو. وانا هنا عندي لا ناتا وخلاص، عندي كريم ليكيد، عندي ملح، عندي هنايا قزبر. وبالنسبه للخضر، ها هي الخضر تاعي. عندي هنايا بصله مقطعه، عندي هنا فص ثوم مقطع الى قطع صغيره، عندي هنايا الكابويا الخضراء ولا كورجات ولا الكوسه، عندي هنايا زوج حبات صغار تاع الجزر ولا كاروت ولا الزروديه كما حنا نقولوها، مقطعه الى مكعبات صغيره ايضا. ويلا نبدا طريقه التحضير. بسم الله، ناخذ الطنجره تاعي عندي لها شويه زيت هكذا، نشعل الفرن تاعي هكذا. الاولى ندير البصل تاعي، نرمي البصل والجزر، باسكو الجزر شويه الكروطه هنا شويه قاصحه باش طيب لي. فوالا، والثوم بعد نرميه بيان سور هكذا، ونبدا نقلي فيهم هكذا. ونبدا نقلي فيهم هكذا، نخلط حتى يتقلاو لي شويه، ومن بعد نرمي اللحم. ها هي بعد ما تقلات هنا مليح في الزيت، غادي ندير عليه البيض. وندير هذوك الحصوص تاع الثوم كذلك، فص تاع الثوم فقط، ونخلط هكذا. ونقص على النار، النار تكون هاديه، ونخليها تشرب شويه هذوك لي زيبيس، ونعاود نرمي اللحم. الان كما راكم تشاهدوا هنايا، هذه القطعه اللحم تاعي درت لها شويه مايزينا ولا لافارين غير شويه، باش هذاك السوائل يبقاو في اللحم وما يخرجوش، ويبقى ناطري اللحم تاعنا طري. وكذلك هذه شويه تاع مايزينا غير مغرفه هكذا، مغرفه ولا نصف ملعقه، تعقد لنا ثاني لاصوص تاعنا. دونك غادي نرمي اللحم فوالا، ونبقى نخلط هكذا، ونخلي كل شيء يتقلى مع بعض. واحد الرائحة راهي مادة هنا في الكوزينة ما شاء الله. فوالا، ساعة ساعة نحرك بيان سور. واللحم هنايا سي دي ستيك، دي فين ستيك هكذا، باش يطيبوا لي بالخف بيان سور. فوالا، هنا نبقى حتى اللحم تاعي يتحمر لي، ملي كل اللحم مقلي هكذا خلاص. ها كيما راكم تشوفوا، شنو غادي نزيد؟ غادي نزيد له هاد لي كورجيت. وانتم تقدروا ديروا لي زوبرجين كيما نقولوا الدنجال،
تقدروا ديروا الزبينار معاه، تخلطوا اي خضره تكون عندكم تقدروا ديروها. فوالا ما نسوش الملح، وهنايا كذلك بين قوسين اللي يبغي يدير لها جامبو تاع البقري كذلك هذوك لي كوب تاع جامبو يقدر يدير لها. دونك انا اش غادي ندير، غادي ندير نصف كاس ماء نمرق بها هكذا نخلط ونزيد هاد لا كريم فريش ليكيد. بون لي ما يبغوش لا كريم فريش في الاكلات هكذا يقدروا يستغنوا على لا كريم فريش ويديروا غير الماء فقط. انا نبغي لي صوص بلانش هكذا جادور. نخلطو هكذا ونخلوه يطيب في غرده. ايه عفوا نسيت الحمص ها هو الحمص، نزيد الحمص باسكو الحمص راه طايب ديجا. دونك نخلط كل شيء هكذا فوالا. بون اللحم ديجا بريسك راه مقلي ولا لي كورجيت ولا الكابويا ما تستغرقناش الوقت كبير باش طيب. هنا ندير لها شويه قزبر كوريوند، غادي نخليها شويه نشبه بها في الاخير. نحرك ونخلي كل شيء يطيب على نار هادئه ومن بعد نقدموه مع لي بات ولا نقدموه هكذا وحده ينتكل، و سينو افيك دو ري كيما انا غادي نقدمه. غادي نغلي دروك لو ري الروز تاعي باش لي يبغي يسقي لو ري بهاد لاصوص يسقيها تكون لذيذه جدا. هو الطبق تاعنا جاهز، انا هنايا قلعت شويه في هذا الطبسي. تقدو تاكلو هكذا وحده كما تقدو تقدموه مع الروز كما انا درت ولا مع لي بات سي كو فو فولي. صدقوني مذاق تاعها خيالي، مذاق رائع جدا. بهذا الوصفه نقول لكم شكرا على المتابعه، ما تنسوش لي لايك لي بارطاج لي كومونتير، والى اللقاء في وصفه اخرى من وصفات ميلينا ديليس. كونوا سعداء.